السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على سوليد ووركس. درس النهاردة تمرين رقم 102 من سلسلة 200 تمرين على البرنامج. هفتح البرنامج وهقوله نيو بارت، أقوله أوكي، وهبدأ أرسم في التوب بلان سكتش. هرسم ريكتانجل سنتر ريكتانجل كده بالمنظر ده. هقوله أنا أبعاد الريكتانجل ده 256.2 المنظر ده، والارتفاع بتاعه 172 ملي. هقوله فيتشر اكسترود 5 ملي وقوله صح. هعمل سكتش تاني هنا، هرسم لاين كده ورأسي مايل واقفل كده. نفس الكلام هعمله هنا، بالمنظر ده، وهرسم ريكتانجل هنا كده وريكتانجل هنا. هقول سمول دايمنشن ان المسافة الأفقية دي كده هتبقى 33.9. دي برضو نفس الكلام 0.9، وأقول إن نقطة السنتر دي كده المنتصف دي كنترول مع النقطة دي كنترول مع نقطة المنتصف هنا برضو، يكونوا كلهم هورزونتال بالمنظر ده. وأقول له سمول دايمنشن إن المسافة دي 26.6 كده، ظبطت لي الجنب ده. وهنا برضو نفس الكلام 26.6 ظبطت لي الجنب. حاجة هنا هقول له إن النقطة دي كده كنترول مع نقطة الأوريجين كنترول مع النقطة دي تكون فيرتيكال، وحاوله ان المسافة دي كده 36 اللي هي العرض ده كده 36. نفس الكلام تحت، ارتفاع 9 وهنا برضو ارتفاع 9، وحاوله فيتشر اكسترود الناحية التانية العكس وقوله صح بالمنظر ده. طيب هاجي بعد كده ارسم دايرة هنا كده، هرسم دايرة هنا ودايرة هنا. هقول له ان النقطة دي كنترول مع دي ودي يكون هورزونتال، واقول له سمول دايمنشن ان قطر الدايرة الكبيرة، هقول له ان الكبيرة دي قطرها 95.6 ودي كمان 95.6 بالمنظر ده. طيب السنتر من الدوائر بينها وبين بعض من هنا لحد الأوريجين من هنا لهنا هتبقى 84 زائد 18 102، وهنا برضو من هنا لهنا 102. وأقوله فيتشر اكسترود على 15 ملي وأقوله صح. طيب الدوائر دي هرسم فيهم سكتش، وهرسم جواهم دايرة في كل واحدة، دايرة هنا كده ودايرة هنا. وأقول سمول دايمنشن إن قطر الدايرة الواحدة 89.7، وهنا برضو نفس الكلام 89.7. وأقول له فيتشر اكسترود كات ثرو أول وأقول له صح. هاجي ارسم هنا، هرسم هرسم ايه، ممكن ارسم اربع دوائر، واحدة هنا كده، تلاتة، اربعة. اقول له سمول دايمنشن ان قطر الوحدة 10 ملي، وبعد كده كليك على الدايرة دي كنترول مع دي ودي ودي خليهم ايكوال. واقول له سمول دايمنشن ان المسافة من هنا لهنا من السنتر للسنتر، او مخلينا ايه، خلينا من السنتر ماشي لحد من دي لدي 142، ومن هنا لهنا 142 على 2.
تمام، هاجي اقول له ان النقطة دي كده كنترول مع النقطة دي تكون vertical، والنقطة دي كنترول مع دي تكون horizontal، والنقطة دي كنترول مع دي تكون vertical. طيب دي انا حطيت لها البعد الرأسي، فاضل لها البعد الافقي. البعد الافقي بتاعها هتبقى 11.1، يعني من هنا لهنا 11.1 كده. انا ظبطت دي ودي برضو نفس الكلام من هنا لهنا. بالمنظر ده، وهنا من هنا هقول له من هنا هقول له ان الدايره دي كنترول مع دي تكون هوريزونتال، واقول له فيتشر اكسترود كات، واقول له صح بالمنظر ده. هاجي بعد كده ارسم هرسم في التوب بلان، او هرسم في اللي هو المستوى اللي فوق ده سكتش، هرسم ريكتانجل كده بالمنظر ده. هقول له ان بعده 88، ده كده 88، ومن هنا لهنا 44، وهقول له ان الدايرة دي كنترول مع دي تكون convert entities feature extrude على 5 مللي، لده على 5 مللي، واقول له صح بالمنظر ده. هاجي بعد كده ارسم في الرايت بلان، هقول له سكتش، هرسم سنتر او ميد بوينت لاين من هنا كده طالع لحد هنا كده، وبعد كده رأسي، وبعد كده ثيكنس كده، بالمنظر ده. عندي الارتفاع من تحت خالص لحد هنا هيبقى 55 زائد 22.5، واقول ان اللاين ده كنترول مع ده يكون كولينير. وعندي المسافة دي هتبقى 11.2، ودي 11.2، وعندي المسافة من هنا لهنا 10 مللي. لا، ال10 مللي زائد الخمسة يبقى المسافة دي 15. وهقول له فيتشر اكسترود في الميد بلان على 45، واقول له صح بالمنظر ده كده. بس ده انا عايزه يدخل تكون جوه شوية، يعني انا هاجي اعمل ممكن اعملها ايه، ممكن اعملها سكتش كده وارسمها، ممكن ريكتانجل هنا واقطع الحتة دي لو انا مش عارف ايه احسبها صح، ممكن اعمل كده. واجي اقول له ان الخط ده كنترول مع اللاين ده يكون كولينير، وبرده هنا مع الخط ده يكون كولينير. فيتشر اكسترود كات كلايند على 45، ولا صح المنظر ده. هاجي بعد كده اعمل فيلت فول راوند فيلت ده، وبعد كده ده، بعد كده ده، واقول له صح نفس الكلام هنا. هرسم بعد كده دايرة قطرها 30 هنا، وهقول له فيتشر سترود كات ثرو اول. بعد كده الرسمة ايه كاملة معايا، هبدأ اعمل ماتيريال، كليك يمين على الماتيريال، ايديت ماتيريال، خليها مثلا كاست الوي ستيل، ابلاي، كلوز، evaluate mass properties،
هلاقي ان الكتلة بتاعتي 2341 جرام. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعت لي على صفحتنا على الفيسبوك ليرنس دوكس عربي، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. شوفوا الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.